سيداتي سادتي، موعدكم الآن مع هذا البرنامج. لاعب الكرة القديم وليالي رمضان التي ألهمته 67 كتابا. في يوم من الأيام من 35 سنة كاد أن يضحي بدراسته في البكالوريوس لكي يسافر ليلعب ماتش كرة قدم في باريس. في موقعه الذي لم يفارقه أبدا، سنتر فيرويد، ولكن إلغاء دورة باريس غير طريقه تماما بعدها. لم يعد نجما للكرة، ولكن أصبح نجما في الأدب. قرأ له الناس 67 كتابا جاءت بدايتها من سنة 43 عندما ظهر له أول مؤلف عن أبي ذر الغفاري والاشتراكية في الإسلام. وأخيرا أتم الجزء 20 من سلسلة كتبه بعنوان محمد رسول الله والذين معه. السلسلة التي أعيد طبعها 3 مرات وتدرسها الآن الجامعات العربية. وفي كل مؤلفاته يدين بالفضل الأول لليالي رمضان التي كانت توحي له بكل رحلاته الأدبية في تاريخ الإسلام. ولابد أن يقال بعد ذلك أن صاحب أطول مؤلف ديني في 20 جزء هو الآن المسؤول عن الفيلم المصري وكل ما يسجله من وقائع وأحداث. أيام كانت أيام. صلتي برمضان قديمة خالص، من أيام ما كانت القاهرة هي قاهرة المعز، يعني القاهرة اللي بتتقفل أبوابها بالليل. كانت العباسية والظاهر في الوقت ده من ضواحي القاهرة، فكان القاهرة فيه أوامر بأن كل بيت لازم يعلق فانوس عشان ينور، ما كانش فيه كهرباء. فمن هنا جت فكرة انهم يعملوا فوانيس رمضان، لان السهر كان بيحلى في رمضان، ولان الزيارات كانت في رمضان فكان لابد من الاضاءة. في الايام دي احنا كنا بنشتري فوانيس وكنا بنعتز برجولتنا، ما كناش نرضى ناخد فوانيس اللي بتاخدها البنات، كنا بنطلب الفانوس لازم يكون على شكل قطر او شكل يميز الفانوس عن فوانيس
البنات اللي بيخرجوا معانا في الاحتفال بالايام دي. في رمضان كان كل بتوع الفطير وكانوا منتشرين في القاهره يبنوا فرن وبيحطوا عليه صينيه ويعملوا الكنافه، واللي كانت من الحاجات المشهوره اللي نقعد نتفرج عليها، او بيعملوا القطايف. وقبل المدفع كان كل قهوه بتفرد الترابيزات وبتحط الخشاف، لان اللي فايتين في الشارع اذا ضرب المدفع يجدوا اللي يفطروا بيه. الحقيقه ان ذكريات رمضان كتيره، لدرجه ان يعني لو حبيت اذكرها كلها هتستغرق وقت طويل. اقدر اقول ان كان اهم حاجه في رمضان ان الاعيان بتوع الاحياء كانوا بيفتحوا بيوتهم، والبيوت دي كانت بتيجي يتقدم فيها في الشتاء القرفه او يتقدم فيها حاجات الساقعه، وكنا بنقعد نسمع في البيوت دي المولد او القران بيتقري او السيره في بتتقال بطريقه الشعبيه. والحاجات دي كلها اثرت في الواحد، مش بس في كتابته الدينيه، بل اكتر من كده في كتابته القصصيه. يعني في قافله الزمان اول قصه طويله كتبتها افتكر انها كانت بتدور في قاهره المعز، القاهره اللي عشت فيها واللي شفت فيها اجمل الايام في رمضان. رمضان في الايام اللي احنا فيها واحنا صغيرين بتختلف عن رمضان دلوقتي، وكانت بتتطور الليالي بتطور الزمن. يعني كان كل بيت بيجيب مقرئ يقرا، بعدين تطورت الحاجه لما اتعرف الفونوغراف وبقى في اسطوانات، بقت الفونوغرافات بيدوروها ويدوروا اسطوانات فيها قران، ويمكن كان اشهر صوره بتتقري صوره ياسين. بعد كده دخل الراديو في البيوت، والراديو ابتدى يحيي ليالي رمضان، وكانت المحطات الاهليه بتهتم جدا بالليالي دي. وبعد كده الحكومه لما بقى في سنه 34 على ما اذكر، واتفتحت ماركوني فتح الاذاعه المصريه، كانت ليالي رمضان لها طابع خاص، وكانت بتحكي باستمرار القصص الديني اللي كنا بننفعل بيه. وبعد كده التلفزيون دخل البيوت، وافتكر ان اهم برامج في التلفزيون كنا بنشوفها في رمضان. الحقيقه رمضان بالنسبه لي انا بعتبره انه كان الشهر اللي بيأثر فيا تأثير عميق، لاني بطبعي كنت بعيش بين الاطفال وبعدين بين الشبان واخيرا بين الشيوخ، فكان اتاحت لي الفرصه ان اشوف كل طبقات الشعب في رمضان. واحنا صغيرين كان فيه افتكر يعني النقل والحاجات دي كلها بكثره، فكنا اسناننا سليمه وكنا نقعد نكسر باسناننا، وساعات لما نلاقي حاجه ناشفه كان في ايد الهون نكسر بيها. لكن انا كان ليا عاده يمكن اتضربت عليها كتير، كنت بستسهل ان اكسر عين الجمل في باب الاوضه، وكان الباب يطقطق وكانوا يجروا ورايا باستمرار، وما افتكرش ان ولادي هيعملوها، لان ما افتكرش انهم هيلاقوا الجزء الهند اللي كنا بنلاقيه، جزء عين الجمل اللي كنا بنلاقيه. طب يا فندم، لو سالنا سيادتك عن اعز ذكرى شخصيه ليك في رمضان، يا ترى تكون ايه؟ والله انا بذكرها لان احنا كان عندنا في رمضان سلاملك. السلاملك دي كانوا بيجتمعوا فيه الرجاله في رمضان، وعلى ما اذكر ان بفتكر اعز ذكرى بذكرها ان اول مره في حياتي سمعت الشيخ رفعت في رمضان في سلاملك البيت، وتأثرت بصوته جدا لدرجة ان بعد كده لما الشيخ رفعت بيقرأ في الإذاعة بكون أسرع واحد إلى فتح الإذاعة علشان أسمع صوت الشيخ رفعت. وبعتقد ان تعلقي بصوت الشيخ رفعت من أيام رمضان في الأيام اللي سمعته بيها في سلاملك. طيب يا فندم، بمناسبة ان سيادتك موجود معانا النهاردة، يا ترى رأي سيادتك ايه في مستوى الأفلام الدينية في السينما المصرية؟ والله هو الأفلام التاريخية والدينية بتحتاج لميزانيات ضخمة جدا. أيوة. والفيلم الديني بالذات بيحتاج مش بس لأننا نظهر الحركة الخارجية، بيحتاج إلى الروحانيات والتعمق في الروحانيات. يمكن لغاية دلوقتي الأفلام اللي احنا عملناها كلها في فترة صدر الإسلام، وكل الشخصيات بتدور حول شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي الشخصية القوية المشعة ومحدش بيقدر يظهرها، فبيبقى كل الأحداث اللي بتدور حوالين ما بنحسش بإشباع، لأننا بنشوفش ولا بنسمعش صورة البطل الحقيقي للقصة.
من رأيي ان احنا لازم نتجه الى التاريخ الاسلامي والى القصص الاسلامية بعد صدر الاسلام وبعد عصر الخلفاء الراشدين، لان زي ما سيادتك عارفة ان محظور ان احنا نظهر لا الرسول ولا صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولا زوجات النبي ولا اولاد. طب سيادتك قلت الروحانيات، ممكن يعني المخرج يكون في حالة روحانية ولا متعمق في قراءة الروحانيات والممثلة والله كذلك؟ والله أعتقد أن يعني فقد الشيء لا يعطيه، ما كانش هو نفسه المخرج عنده نوع من التصوف وبيحس بالإحساسات الدينية العميقة، ما افتكرش أنه هيقدر يأثر في الناس، لأن يعني المشاعر اللي ما كانش الواحد هو بيكتب أو بيخرج بيكون هو بيحس، ما يقدرش ينقل مشاعر ما هوش حاسس بيها إلى الجماهير ومش هينفعلوا بيه. طيب يا فندم، هو الحقيقة رمضان عنده كم سؤال لأستاذنا الكبير جودة الصحار، فيا ترى تتفضل سيادتك تجاوب عليه؟ بكل سرور. ما افطرتش أبدا في رمضان؟ والله أنا صمت وأنا صغير خالص، يعني وأنا عندي 6 سنين، ويمكن ده اللي خلاني باستمرار ابتديت أحافظ على الصيام، لأني اتعودت من صغري على إن أصوم، وخصوصا وإحنا صغيرين كان اللي بيفطر ونجري وراه كلنا وإحنا عيال صغيرين ونهلل عليه ونقول له يا فاطر رمضان يا خاسر دينك، ويمكننا يعني بنفضل نشتم فيه. بتدخل السينما في رمضان؟ والله دايما أنا كنت في حفلة الساعة 3 أروح باستمرار حتى قبل رمضان، وكانت والدتي بتعتقد ان ده يعني رجس من عمل الشيطان دخول السينما عموما، وكانت بتقول لي مش هيتلف املك الا السيما، والظاهر ان نبوتها تحققت. الحقيقه ان انا بدخل السينما في رمضان، وبدخلها في حفلات بالنهار وبدخلها في حفلات الليل. دعائك ايه في رمضان؟ انا كل الدعاء اللي بدعوه يعني كله من القران الكريم، واللي بزوده عليه اللهم قني شر نفسي. أيام كانت أيام. في الشاشة سوف تلاقيها.